مساء الخير على حضراتكم متابعي موقع ومنصه ابو كبير ميديا. من الزواوي حكمه من الطراز الاول في الدرجه الثالثه خدت مهنه التحكيم القلب شجاع قلب اسد ما تعرفش الخوف. الحسم دايما في المباراه شعارها، دي الكلمات اللي هي قالتها قبل ما نطلع في البث المباشر. كمان هنعرف تفاصيلها وحكايتها ورويتها مع عالم التحكيم. في كمان طبعا الدكتور فوزي حسيب المشرف العام على كره السله في نادي كفر الشيخ بيثني عليها بشكل كبير جدا. انا اعرف قصتها وحكايتها معانا من التحكيم، شكلها صغير لكن حكم قلب اسد كمان وشجاع، بتتصرف بتصرفات المدربين اللي هم قصدي الحكام المحترفين. هنعرف تفاصيلها وحكايتها وملقبينها كمان بمونوليزا كره السله، يعني التحكيم الاول اللي موجود. ايه حكايتك بقى مع كره السله؟ نتعرف عليك الاول. انا منى الزواوي حكم ضربه ثالثه في منطقه كفر الشيخ. طيب حكم بقالي دي رابع سنه ليا. قولي اتفضلي. دي رابع سنه ليا حكم. علي صوتك انت حكم، كنت سامعك مجلجله الملعب دلوقتي. كان صوتك واصل اخر الدنيا. لا 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 احنا الملعب زي بره، الناس متفاعله معاك اياته والريتش بيعلى. قولي بقى قولي لي بقى مين اللي يعني اول حد بدا يكتشفك ليه مهنه التحكيم؟ يعني انت من اصغر الحكام في كفر الشيخ يعني. ماشي فيه بس انت من اصغر الحكام. انت مبتسمه ما شاء الله، بتبتسمي كده في الملعب للعيبه ولا في حسم؟ بتبتسم ولا بكشر يعني. شديده شديده. واثق من الفوز زي على الفيلم فلسطين العظيم. شديده برضه يعني وصف. طب قولي لنا بقى بدايتك مع التحكيم كانت امتى؟ علي صوت. انا مش عايزك ترجعي ورا، انت مشيتيني وراكي كيلو يعني. خلاص انا زهقت. خليكي ثابته وبيني وبينك مترين اهو. قولي لي قولي لي انت بداتي بقى التحكيم امتى؟ بقالي اربع سنين. اربع سنين بس شخصيتك شكلها كده يعني حد بشوش يعني، اللي بتخوفي العيال اللي هم الابطال اللي حواليها دي ولا لا؟ والله مش بخوفهم بس في نفس الوقت لا يعني بتخوفهم بقراراتك اللي هي العادله طبعا. طبعا مش خوف بمعنى الخوف. قولي لي بقى بدايتك التحكيم كانت من اربع سنين. قولي احكي بدايتك، بداتي امتى؟ احكي اتفضل. يعني بدات من كام سنه؟ اول ماتش لعبتيه حكمتيه كده يعني؟ هي اول ماتش كان ماتش تقريبا 14 سنه، تحت 14 سنه ولاد، كنت نازله متوتره ومش عارفه اصفر كويس وخايفه ومش عارفه اتحرك، بس كان معايا حكم اكبر مني طبعا كان بيسندني بيقول لي اتحرك ازاي، كان بيجمد قلبي شويه. بعدين مع الوقت ومع الماتشات ابتديت ان انا اخد خبره واتعلم. طبعا القانون بيخليني واثقه من نفسي، ان انا عارفه القانون كويس فبيخليني واثقه من نفسي ومن قراراتي في الملعب عشان ما اظلمش حد او ما اجيش على حد من الفرقتين. انت قلتي لي ان اول مباراه بالنسبه لك كانت صعبه، بعد كده بقى انت بتحكمي دخيلي في الدرجه الثالثه في كفر الشيخ مش كده؟ دي انت بتحكمي في الدرجه الثالثه. قولي لي بقى اهم حاجه في مرحله الحكم وهو خلال الماتش في الباسكت، هو الباسكت كم شوط؟ اربع كورترات. اربع كورترات، كل كورتر كام؟ 10 دقائق. 10 دقائق. من اول دقيقه لاخر دقيقه في ال 40 ايه اهم بقى القرارات؟ يعني انت شايفك بتعمل علامات كده بايديك ومش عارف، انا مش فاهم، انا كنت لعيب كره قدم، ايه العلامات دي بقى بتدل عليها؟ يعني لو حد عمل فاول بنبلغ الرقم بتاعه. بتعملي كام؟ لا انا شايفك بتعملي بديك كده وديك كده. دي ارقام اللعيبه. دي ارقام في القانون، طريقه خاصه يعني ان احنا بنبلغ بيها. بتبلغي بيها اللي هو اللي موجود. قولي لي بقى في البيت بيشجعوك؟ كانوا حد بيدفعك ان انت تكوني حكمه؟ لا في البيت ما حدش مهتم بالرياضه خالص. ليه بقى؟ مش عارفه يعني، انا اللي حباها وانا اللي حابه المجال. انت كنت لعيبه كره سله اصلا. انت خريجه ايه؟ تجاره انجليزي وكره السله والتحكيم. نفسك في ايه بقى؟ ايه امنياتك في الفترة المقبلة؟ يعني ان انا اطور من نفسي، اوصل لحكم درجة أولى وبعدها ان شاء الله اقدم دولي. دي أهم أمنياتي. بيقولوا لك مونوليزا كرة السلة ليه؟ لا مش عارفة. مش عارفة هم، أنا سامعهم هم ورا كانوا بيقولوا كده اللي موجود، عشان أنت مبتسمة، عشان أنت كمان وشك بشوش يعني. قولي لي أنت بتحكمي في الدرجة الثالثة، بيقابلك صعوبات، إيه الصعوبات اللي بتقابلك اللي موجود؟ في الاول طبعا بيبقوا بيعترضوا على الحكام البنات. لا يقول لك مش هت مش احسن حاجه ومش هيعرفوا يديروا، مش هتتحكم في مجريات المباراه. مظبوط. بس طبعا مع يعني مع الوقت بنزل الماتش خلاص. انا لا احنا عندنا ناس هنا جديده مش اي كلام صح؟ يعني انا اللي شخصيتي. يعني ده كلام ما فيش. ده طبعا النهارده كان في مباراه، النهارده انت كنت بتحكمي مباراه ايه النهارده؟ 16 سنه ولادي. مين ومين؟
نادي كفر الشيخ باك وميت الوان الف. مين اللي فاز؟ ميت الوان الف. ميت الوان الف. يعني احنا طبعا المباراه كانت من اول دقيقه تحكيمك لاخر دقيقه. وايه اهم حاجه بتكتسبيها كل ما بيمر عليك الوقت؟ يعني ان انا افضل مركزه من اول دقيقه لاخر دقيقه، ما ينفعش في النص ان انا اعدي حاجه عشان دي ممكن اظلم بيها فريق من الاثنين. خدينا جوله كده اللي هنوصل لحد الدكتور فوزي. قولي لي بقى انت ممكن التحكيم بالنسبه لك يبقى فيه قرار انت مش عاوزه تاخديه وتترددي فيه؟ والله هو ده على حسب بقى خبرتي في الماتشات او على حسب القانون. انا طول ما انا عارفه القانون كويس وعندي خبره كويسه يعني بيبقى الموضوع اسهل كتير. بيبقى اسهل كتير. ما تمشيش عشان انا لسه لا ده اخر 3 دقايق فيديوهاتي بس الدكتور الاول. طبعا عاوز اقول لكم ان طبعا عالم طبعا التحكيم بالنسبه للسوشيال لكره السله دوري لا خليها بره دكتور، خليها بره. ايوه عرف نفس حضرتك، نتعرف على حضرتك. اتفضل، خلي المايك قريب، خلي المايك قريب. الدكتور فوزي حسيب، رئيس قطاع الناشئين بنادي كفر الشيخ الرياضي. دكتور فوزي، طبعا بدا دوري الناشئين لكره السله في نادي كفر الشيخ. قول لنا بقى التحكيم، انا شايف النهارده ان الكابتن منى كان بيدير المباراه، تقييمك للتحكيم وانت طبعا حد من الخبرات والقامات الكبيره جدا في كره السله. والله احنا تعودنا في كره السله بالذات ان احنا ما نتكلمش على قرارات التحكيم. تمام. سواء صائبه او حصلت بعض التجاوزات الاخطاء، ده شيء وارد سواء من المدرب او من اللاعب، فبالتالي من الحكم، فشيء طبيعي لما الحكم يغلط لو اخطا ما دامت غير مقصوده. هم ما شاء الله حكام كفر الشيخ بيتميزوا بشخصيات متزنه جدا وحازمه في بعض الاوقات في المباراه، فهم حكام بصراحه انا اشهد لهم بالكفاءة العالية جدا. الدوري الناشئين بيحتاج لإيه وإيه أهم الحاجات اللي هم بيستفادوا بيها خلال الموسم يعني؟ أهم حاجة الاحتكاك. طبعا يا محافظة كفر الشيخ برضه من المحافظات اللي بتفتقر للأندية والمراكز الشباب اللي مشاركة في كرة السلة. فالولد بيخوض مثلا حوالي 10 12 مباراة في السيزون، ده مش عدد كافي من المباريات اللي هو المطلوب، لأن المفروض الحد الأدنى مش أقل من 30 ل 40 مباراة في السيزون عشان الولد يكتسب خبرات تأهله بعد كده ويستمر. في وفرة في الملاعب ولا مفيش؟ هو دي طبعا نقطة سلبية كبيرة جدا في كفر الشيخ. ملعب واحد. ملعب واحد. وريت للباسكت. بتعملهم الفسيخ شربات. ملعب واحد لكل الألعاب الجماعية. بتعملهم الفسيخ شربات. والله بقدر المستطاع، ما لا يدرك كله لا يترك كله، فاحنا بنحاول بقدر المستطاع يعني نوفق المواعيد حسب ظروف الأولاد ودروسهم. والحمد لله الامور ماشيه، والحمد لله برضو بمستوى يعني عالي مش هنقول. ان شاء الله نتابع معاكم في المباريات المقبله بشكل كبير، وهنتابع كمان مع الحكم منا الزواوي المباريات المقبله. منا بنتمنى لك التوفيق، ودايما متابعينا متابعي موقع منصه ابو كبير ميديا، شكرا لكل متابعينا. كان معكم صحفي الموقع خير الله فؤاد، شكرا لحضراتكم من محافظه كفر الشيخ.